اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا كرنفال المونديال والنظره اليه من الغربال، لكن يبقى اخيرا بعضمة لسانه من هنا وهناك في متنوعات مختلفه لمضمون الفيديوهات اللي عندنا. هنشوف الزميل محمد شبانة عن قرب افتتاح فرع الاهلي في التجمع. الايرادات دي مساله المفترض يبقى مهموم بها اي مجلس اداره. الاهلي لما عمل فروعه عظم ايراداته بجانب الرعايه. فانا هديكم مثال بالفرع اللي هيفتتح خلال ايام بتاع التجمع الخامس. هي مش قصه الاهلي فرع، هي مش معموله للتباهي. هي معمولة لحاجتين. أول حاجة إن الأهلي عشان خاطر الأفرع بتاعته ما تضيقش على أعضائه فبيعمل أفرع في أماكن مختلفة. لكن تعظيم الإيرادات في إن أنت عامل فرع في التجمع ضخم جدا. ده الأهلي بايع 4500 عضوية حتى الآن. لو ضربت في 250 ألف جنيه فوق المليار و100. هم حاطين من ضمن الرسوم اللي اتعملت والبلان اللي اتعمل انه يستوعب 20,000 عضوية. الاهلي هيجيله ايرادات بس من العضويات غير اشتراكات العضويات السنوية 5 مليار جنيه. تعظيم ايرادات غير طبيعي ضخم جدا مع الاستاد اللي هيتعمل. ايه كمان هيعود على النادي الاهلي في القصة دي؟ انت حتى بقول ايه، الاهلي مجتمع. انت عندك 4 فروع أو 5 فروع دلوقتي، لو كل فرع فيه عدد من العائلات، يعني ده 4500 لوحده هيوصل ل 20,000. بيقول لك ان الاهلي فيه 200,000 عضويه لغايه دلوقتي. بالفروع دي لما تكتمل هيوصل ل 200,000 عضويه، في معدل الاسره 4 5 تنفار، فانت بتتكلم في 1,000,000 بني ادم. هل لما بتجيب راعي وتقول له انا بس عندي جوه الانديه بتاعتي 1,000,000 بني ادم، فشوف كمية البيع بتاع حتى جوه، ده غير جمهوره الغفير بقى اللي بعشرات الملايين، ده قصة تانية خالص. فأنت عشان كده لازم تفكر تقول هو ليه الراعي دفع للأهلي 600 مليون جنيه على 4 سنين؟ كم من المكاسب اللي الناس دي ما بتدفعش فلوس كده اعتباطا، يعني حابين الأهلي جدا أو حد كلمه متوسط في النص والنبي ادوا الأهلي 600 مليون، اه والله ياخد 600 مليون اهو. لا. ده اللي الأهلي بيعمله دلوقتي عشان يعظم إيراداته اللي هتصل بالمليارات. السرد الراجل غلب والله غلب واحنا غلبنا معاه، انما عشان تقنع واحد هو لاغي المنطق ولاغي الحقيقه، هو هيقول لك لا هو برضه سيبك منه المفروض، لا يقول لك المفروض بايه؟ الدوله ما بتديش حاجه، ده رعاه عنده بضاعه بيقول لك انا هعرض في الفاترينه بتاعتك وهديك قد كده، فاترينتي تساوي قد كده، فاترينتك تساوي قد كده، انت عايز بقى فترنتك تبقى زي فترنتي يبقى اعملها بنفس الشكل بنفس التوسع بنفس الامتداد بنفس الاحترام بنفس التاريخ بنفس التأثير بنفس البطولات بنفس ما تجيش كلام مش قليل يعني. فانت الاستاذ محمد شبان الحقيقه بسط الامور وقال لهم نموذج واحد بس، الفروع دي في حد ذاتها رافد من روافد تعظيم الإيرادات. خلي بالكوا في حاجه اسمها الباقه، تاني نشرح ونزود. الباقه دي هي اللي بتجيب لك الرعاه، انت مديني ايه عشان اديك ايه؟ كل ما عظمت الباقه والتنوع الحقول اللي هتدهاني الفاترينه اوسع امكاناتها الشمول هكلم مين؟ هديك فلوس اكتر. فهم النادي الاهلي ان الباقه دي مش تتطور كل سنه كل يوم.